عندما قرأنا ردود فعل الباحثين والمهتمين بشأن الأمازيغي أجمعوا على أن هذا القرار تاريخي. تاريخي لماذا؟ شكرا على الاستضافة. أهلا بك. فيما يتعلق بترسيم يعني السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها، من الناحية السياسية المغرب فتح واحد مجموعة ديال الأوراش اللي تتعلق بالدمقراطية وبالحداثة وبالانفتاح وتكريس العيش المشترك، وفي إطار المناخ العام الدولي. ولكن إلا لاحظنا غير فيما يتعلق بإقرار ترسيم السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، فمختلف المجتمعات الآن عندها أعياد دينية، أعياد وطنية، أعياد دولية وأعياد بيئية، والسنة الأمازيغية تشكل بامتياز عيدا بيئيا، مناسبة بيئية يستكمل بها المغرب، وخاصة أنه دخل في أوراش كثيرة تتعلق بالمشاكل البيئية الحالية وبتحديث وسائل اعتماد هذا حل المشكلات البيئية. وثقافيا المغرب يتكون من تنوع ثقافي جد هائل جد هائل، وفي وهذا الورش ورش ترسيم رأس السنة الأمازيغية سيبين هذا التنوع من مختلف الجوانب، من طقوس، عادات، تقاليد، ممارسات. فهذا التنوع الثقافي يجعل الاحتفال بالسنة الأمازيغية فرصة للتذكر كما يقال لا تاريخ لمن لا ذاكرة له. فهذه الذاكرة، ذاكرة المرتبطة بالتنوع الثقافي وبالسنة الأمازيغية، بل احتفال بالسنة الأمازيغية له جذور عميقة في ثقافة المغرب. وربما سنعود إلى هذه الفكرة حينما سنتحدث عن خصوصيات هذه الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.